محمد من أبها، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أحسن الله إليك يا صاحب الفضيلة الشيخ صالح وزان، ونشهد الله على محبتك، ونسأل الله أن يطيل في عمرك على طاعته. آمين. وبارك الله في الأخ عبد الكريم، الله يكتب أجره. جزاك الله. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضل. السؤال الأول الشيخ، كم هو المبلغ بالريال السعودي الذي يجي فيه الزكاة؟ لأن بعض الناس يكون عنده مبالغ يحول عليه الحول ولا يعلم كم أقل مبلغ تجي فيه الزكاة. طيب يجاوب الشيخ. أقل مبلغ تجي فيه الزكاة 56 ريال سعودي بالفضة، أو ما يعادلها من صرف من الورق النقدي، من صرف الورق النقدي ما يعادل 56 ريال فضة سعودي، فما يعادلها من الورق النقدي هو أقل ما تجب فيه الزكاة. نعم.